ان في استياء داخل النادي الاهلي بسبب كلام الكابتن ايمن يونس. كابتن ايمن يونس تصريحاته ان النادي الاهلي، يعني بقول انا مش بقول احساسي، انا بقول الكلام داخل النادي الاهلي، ويمكن الكلام ده برضو من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، ان الكابتن ايمن كان يونس عضو مجلس اداره نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، في تصريحات ان هو النادي الاهلي بيحاول يدمر نادي الزمالك، النادي الاهلي بيحاول يخطف لعيبه نادي الزمالك، النادي الاهلي بيهدد استقرار نادي الزمالك. فطبعا ده انعكس شويه داخل النادي الاهلي، وفي حزن وفي استياء شويه داخل النادي الاهلي من تصريحات كابتن ايمن يونس. انا بقول لكم احساس داخل النادي الاهلي، ويعني بيقولوا ان الكلام ده ما ينفعش ويتقال من عضو مجلس اداره كبير في نادي الزمالك والكلام ده، يعني ده من خلال النادي الاهلي. وفي معلومه اتقالت لي بس انا ايه مش عايز اقولها، بس ما